صباح الخير عليك يا هشام وعلى كل السادة المشاهدين. امبارح الفريق صدقي الصبحي شرف محافظة الغربية بزيارة سريعة، وصل مدينة طنطا الساعة 3:30، وكان للزيارة دي أثر إيجابي كبير. عايز أقول لك إن العشرات بل المئات من أهالي طنطا استقبلوه بالورود. كانت تفقد أمس ثلاث لجان انتخابية مهمة، لجنة مدرسة الإمام الشافعي بطنطا، لجنة مدرسة علي مبارك، لجنة مدرسة محمد فريد، وأثنى على الدور الكبير اللي بيبذله رجال الجيش والشرطة والقضاء للإشراف على هذه الانتخابات. يمكن زيارته استمرت ساعتين، كان في استقباله اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية وقائد المنطقة الشمالية ومدير أمن الغربية وعدد من القيادات الأمنية. بعد كده غادر إلى القاهرة. النهاردة يا هشام يمكن أنت شايف الأجواء في إقبال كبير جدا، يمكن قبل ما اللجنة تفتح بنص ساعة تواجد العشرات من الناخبين للإدلاء بصوتهم داخل هنا مدرسة محمد فريد اللي زارها أمس الفريق صدقي صبحي. بنتكلم عن المشهد امبارح يا هشام، الإقبال كان كبير جدا. اللي هو أحمد ضيف صقر محافظ الغربية أكد لنا أن نسبة التصويت امبارح تجاوزت 32% من إجمالي عدد الناخبين، ودي نسبة عالية جدا، والنهاردة من المتوقع أن النسبة تزيد. عايز اقول النهارده عدد كبير من يعني شركه مياه الشرب والصرف الصحي المهندس عادل عطيه ورئيس مجلس الاداره اعلن ان جميع موظفي الشركه ادلوا باصواتهم، كان عاملين غرفه عمليات في كل الشركات على مستوى المحافظه وتاكدوا ان كل الموظفين ادلوا باصواتهم. عدد موظفين الشركه 5900 صوت، 100% من العاملين بالشركه ادلوا بصوتهم النهارده. يمكن كمان مدير الامن تفقد عدد من اللجان اطمأن على سير العمليه الانتخابيه. عايز اقول ان في لجان في مدينه طنطا نسبه التصويت فيها تجاوزت 50%، وهي لجنه مدرسه الامام الشافعي بطنطا، نسبه التصويت هي لجنه نسائيه تجاوزت 50%. يمكن رئيس اللجنه المستشار سيف فيصل كان بياكد ليا معلومه ان امبارح احدى الناخبات جاءت في سياره اسعاف عشان تدلي بصوتها، حالتها الصحيه صعبه جدا واصرت انها تشارك في الانتخابات وتدلي بصوتها. يمكن انت شايف يا هشام ورايا دلوقتي عدد كبير من الشباب داخلين لجنه محمد فريد عشان يدلوا بصوتهم، بالرغم من النهارده كان في مطره في بدايه اليوم، لكن المطره دي ما اثرتش على الناخبين. نسبه التصويت النهارده من المتوقع انها تزيد يا هشام. رئيس جامعه طنطا الدكتور مجدي سبع قرر ان يدي اجازه لكل العاملين واعضاء هيئه التدريس والطلاب في الجامعه من اجل المشاركه في العمليه الانتخابيه النهارده. كمان يا هشام عايز اقول ان اجراءات التامين امبارح بطول اليوم والنهارده في كل مداخل ومخارج محافظه الغربيه اجراءات امنيه مشدده، اكمنه ثابته ومتحركه، توسيع دايره اشتباه التعامل بحسم مع اي حد هيخرج عن القانون. يمكن اللجان الانتخابيه مؤمنه بشكل جامد جدا وقوي جدا، اكمنه بوابات الكترونيه، كلاب بوليسيه بيستعينوا بيها لتفتيش الناخبين قبل ما بيدخل، بيتاكد من هويته الشخصيه وبتقتل ويتاكد ان ليه صوت داخل اللجنه ولا لا، وبعد كده بيسمح ليه بالدخول. النهارده من المتوقع ايضا عمال شركات قطاع الاعمال جزء منهم ادلى بصوته امس وده زود النسبه، ومتوقع النهارده ان النسبه تتجاوز ال 50% باذن الله لو استمر بهذا المعدل. محافظه الغربيه اكد ان محافظه الغربيه هي الاعلى تصويتا، ده الكلام ده على مسؤوليته، ان محافظه الغربيه امس كانت الاعلى تصويتا على مستوى المحافظات المختلفه. محافظه الغربيه تعدادها 5 مليون و100 الف نسمه، الاصوات الانتخابيه فيها 3 مليون و250 ألف صوت انتخابي. ده مجمل المشهد الانتخابي يا هشام، واكيد هنتابع معاك بطول اليوم اخر اخبار الانتخابات واللجان الانتخابيه هنا في مدينه طنطا. بشكرك جزيلا زميلنا العزيز محمد فايد من الغربيه على هذه المتابعه المميزه، بشكرك الف شكر.